بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم عن السكشن الثالث اللي هو اليونيكاست راوتينج بروتوكول. هنا بيكلمني على اللي احنا خلصنا السكشن اللي فات الراوتينج الجوريزم تلات انواع اللي احنا درسناهم. هنا بقى هنتكلم على كل الجوريزم والبروتوكول اللي بيتبع الالجوريزم ده. هنا بيقول لي البروتوكول عبارة عن communication between binary routers and interaction with protocol in other domain. يعني بيقول لنا البروتوكول عبارة عن هو الاتصال بين الراوترات وبعضيها وينوع البروتوكول وكده. احنا هنا عندنا ثلاثة بروتوكول اللي هو الريب اللي هو الراوتينج انفورميشن بروتوكول، ده قلنا زي ما قلنا معتمد على الديستانس فيكتور، والاو اس بي اف الاوبن شورتست باس فيرست معتمد على اللينك ستيت، والبي جي بي اللي هو البوردر جيت واي بروتوكول معتمد على الفيكتور الجوريزم. هنا بيقول لي عبارة عن ايه، هنا حاجة اسمها الانترنت استراكشر. يعني بيقول لي ان الانترنت دلوقتي عبارة عن ايه، عبارة عن باك بون وكذا سيرفيس بروفايدر. كل يعني كل هنا بيمثل لي في الفيجر ده ان كل باك بون عبارة عن سيرفيس بروفايدر، وكل سيرفيس بروفايدر عبارة عن الكاستمر بتوعها. يعني مثلا زي هنا مثلا تي اي داتا والكاستمر بتوعها لينك فودافون اتصالات، وكل سيرفيس بروفايدر على باك بون معينة، وكل واحدة ليها كاستمر معينين. هنا هو بيقول الكلام ده في الاخر، هنا بيقول لي ايه كاستمر، كل سيرفيس بروفايدر ليها انترنت كاستمر تبعها. هنا زي انترنت today is made a huge number of networks. زي ما احنا عارفين الانترنت دلوقتي بقى عبارة عن عدد كبير اوي من الشبكات والراوتر. بيقول لي هنا برضو انترنت can't be done using a single protocol for two reasons. هنا بيقول لي عملية الراوتينج في الانترنت كانت بي دان يوزنج باستخدام سنجل بروتوكول لسببين، حاجة اسمها سكيلابيليتي وحاجة اسمها الادمنستريتيف ايشو. السكيلابيليتي دي اللي هي التوصل زي ما احنا قلنا فوق، اللي هو هيوج نمبر اوف نتورك زاد عدد النتوركس والراوتر. او السكيلابيليتي بروبلم مين ذات ذا سايز اوف ذا فورواردنج تيبل، عدد الفورواردنج تيبل عدد الراوترات كتير، فبالتالي هيكتر في التيبل الراوتنج تيبل بتاع كل راوتر، وبالتالي هيزيد برضو السيرش في الديستنيشن، فانت بتسيرش على الديستنيشن في الراوتنج تيبل بيكمز تايم، وبالتالي الوقت هياخد وقت كتير، وعملية الابديت برضو هتزداد. المشكلة اللي عندي التانية الادمنستريتيف ايشو، دي اللي بتحصل بين الادمنستريتيف اللي هي الاداري، بتحصل بين السيرفيس بروفايدر. is related to the internet structure اللي احنا سائلين عليه. هنا برضو بيقول لي كل organization must be able to use as many subnet، كل service provider محتاج يستخدم عدد معين من السبنت والراوتر، وكل راوتر محتاج specific routing algorithm، محتاج algorithm معين to meet needs the organization and the way want to impose some policy، وكل organization محتاجة تفرض البوليسي بتاعتها. دي المشكلتين اللي هو scalability و administrative issue. هنا بيقول لي حاجة ظاهرة جديدة اسمها autonomous system H اللي هو AS. HAS can run routing protocols that meet its need، ولكن the global internet runs a global protocol to glow all autonomous system together. ايه الاوتونوموس سيستم دي؟ الاوتونوموس سيستم دي عبارة عن ده رقم بتديه شركة الايانة لأي شركة في العالم، زي تي اي ديتا مثلا ليها رقم عند شركة الايانة، يعني مش هيكون عند شركة الايانة اسمها تي اي ديتا، لا هيكون عندها الرقم اللي هي بتديه لها، ده اي دي معين. الاي دي ده هو الاوتونوموس سيستم، بيبقى الرينج بتاعه من واحد
ل 65536، اي رقم من دول. كل شركة ليها autonomous system معين. The routing protocol run in each autonomous system. هنا ليها نوعين، نوع اسمه intra autonomous system ونوع اسمه inter autonomous system. ال intra autonomous system اللي هو intra domain routing protocol او ال interior gateway protocol اللي هو اللوكال. يعني مثلا عندي شركة فيها راوترات وكده، لو واحد مثلا عايز يكلم واحد في الدور، أو عايز يكلم واحد في الدور التاني بس في نفس الشركة، فبيستخدموا نفس البروتوكول اللي هو يعني اسمها انترا اتونوموس سيستم لوكال في نفس المبنى. أما النوع التاني اللي هو الانترا اتونوموس سيستم راوتينج بروتوكول اللي هو انترا دومين راوتينج بروتوكول اللي هو الاكستيرور جيت واي بروتوكول، اللي هو مثلا أنا عندي شركة، عندي مثلا البنك الأهلي مستخدمة راوترات تي اي داتا، وعايز أتكلم بنك مصر مثلا أو بنك القاهرة مكان تاني، فعشان تكلمه عشان تصل بين الشركتين دول عن طريق اللي هو الإكستيرور. وهنعرف البروتوكولات ايه اللي هي في الإكستيرور مثلا. بس لو في نفس الشركة عايزين يتكلموا يبقى انتير ال انتيرور جيت واي بروتوكول. هنا بيقول we can give several intra domain routing protocol and each autonomous system، نفس الكلام اللي احنا قلناه. هنا بقى بيقول ال intra domain اللي هو في نفس الشركة نوع من البروتوكولين دول، يا اما ال RIP يا اما ال OSPF. ال intra اللي هو ال exterior لو عايز اكلم البنك يكلم بنك تاني بس في مكان، شركة تكلم شركة تانية بس في مكان تاني عن طريق اللي هو البي جي بي، البروتوكول هو البي جي بي. وزي ما احنا قلنا هي اوتونوموس سيستم دي عبارة عن شركة العيانة بتديها رقم، لكل شركة ليها رقم معين. الرقم ده هو بيقولي اتش اوتونوموس سيستم نمبر ايه، 16 بت، عبارة عن 16 بت انتجر يونيك بي ديفاين اوتونوموس سيستم، مش بيتكرر يعني. هنا برضو اوتونوموس سيستم ليها 3 انواع، الستوب اوتونوموس سيستم والمالتي هوم اوتونوموس سيستم والترانزيند اوتونوموس سيستم. الستوب ده عبارة عن one connection to another، جهاز لجهاز، وبيحصل فيه داتا ترافيك، ده الستوب. الاكزامبل زي اي واحد عنده راوتر في البيت زي اللي عندنا ده. المالتي هوم اللي هو can have more than one connection to other autonomous system، يعني تبعت لكذا واحد مش واحد لواحد، ده مش بيقلاه للداتا ترافيك. زي ايه؟ good example such as autonomous system of the customer autonomous system may use. زي مثلا زي مثال الدكتور قاله، مثلا انت مشغل الوايرلس على الموبايل اتصالات وانت عندك راوتر تي اي داتا، فانت بتستقبل من الاتنين انترنت، ما بيحصلش داتا ترافيك، مش بيحصل يعني، مش انت مستخدم شركة سيرفيس بروفايدر وسيرفيس بروفايدر تاني، ما بيحصلش داتا ترافيك. ده زي ده نوع من انواع المالتي هوم. الترانزنت ده مور ذان وان، نفس الكلام بتاع المالتي هوم بس ده بيقلله الداتا ترافيك، زي الباك بون اللي احنا قلنا عليه من شويه، بيبقى كذا سيرفيس بروفايدر. هنا هنتكلم على البروتوكول اللي هو الريب، الراوتنج انفورميشن بروتوكول، زي ما احنا قلنا اللي هو الالجوريزم بتاعه اللي هو ديستانس فيكتور. هنا بيقول لي since router in autonomous system need to know how، بيقول لي هنا ال autonomous system يعني اي شركة في داتا مثلا عايز تعرف ازاي هتعمل forward للباكت بتاعتها عشان تبعت لها destination، تبعته لل destination to different networks. فالريب هنا بيعتمد، بيقول لي هنا الريب راوترز
the cost of the reaching different networks instead of reaching other nodes in the directory graph. In other words, the cost is defined between. بيعتمد على الكوست. بس الكوست هنا عبارة عن number of hops، عدد الهوبس، عدد الهوب، which means the number of network. الهوب هنا اللي هي بتمثل اللي هو النتورك. هنا برضو بيقول لي ايه هنا الماكس، الماكس بتاع الكوست او number of hop بتاع الريب بروتوكول اللي هو الريب 15 هوب بس. لو 16 يبقى مفيش كونكشن. هنا الريب can be used only in autonomous system in which the diameter of the autonomous system is not more than 15 هوب. يعني لو 16 يبقى مفيش كونكشن. مثلا هنا N1 دي الشبكة رقم 1 2 3 4، الشبكة رقم 1 دي موجودة على راوتر 1، عايز اروح مثلا هو عامل هنا ايه، عايز اروح لشبكة رقم 4، يبقى عد عدد الهوبس 3، ادي هيعدي على شبكة 2 و3 ويوصل لأربعة، يبقى كده عدد 3. طب انت عندي 2 وعايز توصل لأربعة، هتعدي على 3 و4 يبقى 2. طب انت عندي 3 وعايز توصل لأربعة، يبقى هوب واحدة بس. هنا الفورواردنج تيبل بتاع البروتوكول اللي هو الريب مكون من 3 حاجات. اول حاجة الفيرست كولوم ده عبارة عن ادرس ديستنيشن، الادرس اللي انت عايز تروح له، عايز تروح فين. سكند كولوم ده عبارة عن الادرس اوف ذا نيكست راوتر اللي هو الهوب اللي انت هتعدي عليها عشان توصل للديستنيشن النيكست هوب. الثيرد كولوم اللي هو الكوست اللي هو نمبر اوف هوبس. هنا بيقول لي الفوروردنج تيبل بتاع راوتر رقم 1 اللي هو ده عليه شبكتين N1 و N2، N1 و N2. فالنيكست راوتر انت عليهم، يعني N1 و N2 على راوتر رقم 1، فمفيش نيكست راوتر، فانت واقف على نفس الراوتر، يبقى مفيش. فبالتالي الهوب هتبقى 1 في N1 و N2. طب انت في راوتر رقم 1 وعايز توصل للشبكة رقم 3 N3، فالنيكست هوب هي ايه؟ نيكست راوتر انت عايز توصل للشبكة رقم 3، فلازم تعدي على ايه؟ نيكست راوتر رقم كام؟ رقم راوتر رقم 2. كام هوب بقى؟ هتعدي على 2 وبعد كده 3، يبقى 2 هوب. طب انت في R1 وعايز توصل للشبكة رقم 4 N4، فكام راوتر هتعدي عليه؟ R2، النيكست راوتر R2، فكام بقى شبكة؟ كام هوب؟ N2 N3 N4 يبقى 3. طب تعالى على الفورواردنج تيبل بتاع R3 اللي هو ده. طب ده عليه قالي شبكة عليه 3 و4، يبقى 3 و4 مفيش عشان في نفس الراوتر، مفيش في النكست راوتر، والهوب 1 و1 نفس الكلام. طب انت في R3 وعايز توصل لل N1، النكست راوتر بتاعك ايه؟ R2، لازم تعدي على R2. طب كام هوب؟ 1 2 3، وهكذا مع بقية الفوردنج تيبل. بس وده يبقى اخر سيكشن عندنا في شابتر 20، وليه تكملة ان شاء الله مع الفن. وشكرا.